إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. موضوع خطبة اليوم هو بعنوان الاستغفار أمام أهل الأرض. فالعالم كله الآن محروم من نعمة الأمن والأمان على الرغم من الوسائل العلمية والنفسية الحديثة لمحاربة الجريمة ولمحاربة الأفكار المنحرفة. حرم العالم من نعمة الأمن والأمان، وحرم العالم من نعمة الرخاء والاستقرار على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة، وحرم العالم من راحة الصدر واستقرار الضمير وهدوء النفس وانتشار الأمراض كالقلق والاكتئاب والاضطراب وكثرة الهموم والآلام والأحزان. بل ويشعر كثير من الناس بضيق في الرزق إلى غير ذلك مما يعانيه الآن جل أهل الأرض. وستعجبون أيها السبب وراء هذه المصائب على المستوى الفردي والمستوى الجماعي هي الذنوب والمعاصي. نعيش عصر العلم وصرنا نفلسف كل مشكلة بعيدا عن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونضع الحلول بعيدا بعيدا عن الحق والحقيقة. فما من مصيبة تقع في الأرض على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي في البشرية كلها إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، بداية من كبائرها إلى صغائرها. خذوا الأدلة على ذلك من كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك جزيناهم ببغض بغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم وإنا لصادقون. وقال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم.
وفي السيارات وفي إلى غير ذلك. قال أن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها. شنو النتيجة؟ قال إلا فشا فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. فشاء الأمراض، أمراض لم نكن نعرفها، انتشرت بسبب انتشار الفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أولها هو انتشار الفواحش. ثم قال الثانية: ولم يمنعوا زكاة أموالهم. أين الزكاة؟ أين حقوق الفقراء؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا أخذوا بالسنين وشدة المهلة وجور السلطان. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأكل بعض ما في أيديهم. أين المسجد الأقصى؟ السبب في ذلك هو انتشار هذه الخصال الخمس التي انتشرت في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم. الخامسة: قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالذنوب أيها الأفاضل تهتك العصم، الذنوب تنزل النقم، الذنوب تبدل النعم، الذنوب تحبس الدعاء، الذنوب تنقطع الرجاء، الذنوب تنزل البلاء. فما من بلاء في الأرض على مستوى البشرية أو على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد إلا بما كسبت أيدي العباد. قال تعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، ايش كانت النتيجة؟ فتحنا عليهم أبوابا من السماء فظلوا فيه يعرجون إلى آخر الآيات. ويقول تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي بالحجارة أو أشد قسوة. ويقول تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن مخطر آثار الذنوب أنها تميت القلب، نسأل الله السلامة، وتحجب القلب عن الله جل وعلا. فالذنوب والمعاصي تجعل الإنسان يتكاسل عن قيام الليل، تجعل الإنسان يتكاسل عن صلاة الفجر، تجعل الإنسان لا يستطيع أن يكف عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وما أكثره في هذا الزمان. كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: يا علي، حرمت من الصلاة بالليل. جاء يشكو إلى علي فقال له: حرمت الصلاة بالليل عن قيام الليل، فما السبب في ذلك؟ قال: حرمت من الصلاة بالليل ولا أدري بذلك سببا. فقال له علي: أنت رجل قيدتك ذنوبك، أنت رجل قيدتك ذنوبك، يعني منعتك عن قيام الليل، أنت رجل قيدتك ذنوبك، يا من حرمت البكاء من خشية الله، أنت رجل قيدتك ذنوبك، يا من حرمت لذة الأنس بالله، أنت رجل قيدتك ذنوبك، يا من حرمت لذة المناجاة في الخلوة، أنت رجل قد قيدتك.
نفسك ذنوبك، يا من حرمت من الطاعة أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدماجها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فالقلب أيها الأحبة ربط الحياة وحقيقة الإنسان، وهو في الدنيا جماله وفخره وفي الآخرة عدته ونصره. إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نجد في قلبه نكتة سوداء، اللهم سلم. فإن تاب ونزع واستغفر ثُبِل قلبه، أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية. وإن لم يستغفر زادت، فذلك الغفران الذي أخبر عنه القرآن في سورة المطففين، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأخبر من ذلك العقوبة التي تليها، قال: كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحرمون النظر إلى وجه الله الكريم، وأي نعيم بعد حرمان هذا الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من هذا الصنف. فاعلم أن مرض القلب إنما هو عقوبة من الله لصاحب هذا القلب الذي أعرض عن الله عز وجل. اسمع لربك، اسمع لربك. قال تعالى في سورة التغابن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وما أكثر الآيات. فكل ذلك بسبب الذنوب التي تتراكم على القلوب. لأن القلوب والعياذ بالله طبعت عليها الذنوب والمعاصي، فلا يتأثر لا بآية ولا بموعظة ولا بحديث ولا بأي شيء. فنسأل الله تعالى أن لا نكون من هذا الصنف. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني استحضر قلبك في ثلاثة مواطن. أولها عند سماع القرآن، ماذا يكون؟ هل يتأثر؟ قال: اطلب قلبك في ثلاث مواطن، عند سماع القرآن ثانيها، وعند سماع الذكر ثالثها، وفي خلوتك. ومن آثار الذنوب أنها تزيل النعم، وهذا أخطر أنواع الذنوب. قال: ومن آثار الذنوب أنها تزيل النعم. قال تعالى في سورة الأنفال: ذلك الذنوب تغير النعم، تبدل النعم. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. وصلها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. روى أحمد وابن ماجه وغيرهما بسند حسن من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا
ومن أكبر الذنوب أنها تحرم صاحبها من العلم ومن قراءة القرآن. شوف الإقبال على المدارس والجمعيات، شيء حشو صراحة. شفنا في مسابقة نجوم الترتيل هذه اللي عملناها، كل ولاية الجمهورية، كل الجمعيات تشكو إلى قارئها. يعني الممنوع مرغوب. قالوا من آثار الذنوب أنها تحرم صاحبها العلم ومن قراءة القرآن. ترى كثير من الناس والله ساعات تمر في نصوص القهوة يبداوا قابلين بعضهم ما تراش بلاصة، يبداوا بالعصر صلاة العشاء وهم قاعدين وما يتقلبوش، وقت يجي للجامع تقلق الكلية القليلة. كل هذا بسبب الذنوب، لأنه هو مش حالها الطاعة هذه. قال أنها تحرم صاحبها قراءة القرآن ومن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من إخوان لنا يشكون صعوبة حفظ الآيات. لماذا؟ يسأل نفسه الإنسان يقول أنا والله تو ما عادش نحفظ كذا. كل واحد منهم يسأل سيدنا أبو بكر الصديق، يسأل نفسه سيدنا أبو بكر الصديق متى حفظ القرآن؟ كان عمره في 40 سنة. كذلك عمر، كل الصحابة في هذا السن. الله يخلق النفس بأعذار مش ما يقعدش يحفظ آية ولا آيتين يشعر عليه بالنفع. كم من إخوان لنا يشكون صعوبة حفظ القرآن، لماذا؟ السبب في ذلك شكثرة الذنوب والمعاصي. ولذلك لما جلس الشافعي بين يدي الإمام مالك وألقى عليه الموطأ، يعني قرأ عليه كتاب الموطأ، فأعجب الإمام ذكائه. وكان طفلا في التاسعة من عمره، يعني عمره 9 سنين. الإمام الشافعي ترى كتاب الموطأ كله على الإمام مالك وهو عمره 9 سنين. قديش قعد الإمام مالك باش يدور ويجمع الأحاديث التي هي في كتاب الموطأ، وهو أول كتاب دون في الإسلام. قعد 40 سنة باش يجمع الأحاديث هذه. الإمام الشافعي في 3 ليالي حفظ هذا الكتاب كله وقرأه على مالك. قال الإمام مالك، قال وقد حفظ الموطأ كله في 3 أيام. فلما أعجب الإمام مالك بحفظه وذكائه قال له يا شافعي، هذه النصيحة كل إنسان منا وأبدأ بنفسي يحطها أمامي ويحاول إن شاء الله. مش قال له، قال يا شافعي إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. إني أرى المعاصي. وقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الإمام الشافعي أعطاه ربي سبحان الله لما يفتح كتاب الصفحة اللي هي على اليمين وعلى اليسار بمجرد نظر إليها يحفظها في مخه، يحفظها يعني شيء إله، شيء غير عادي. في يوم من الأيام انتقص حفظ الإمام الشافعي، انتقص حفظه بسبب ماذا؟ أنه خرج فنظر إلى كعب امرأة، كعب امرأة يعني امرأة صفحة حفظ العريان، انظر للكعب بتاعه، قال فانتقص حفظي. إيش عمل؟ ذهب إلى شيخه في الحديث، إلى شيخه في الحديث، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وكيع هو الشيخ في الحديث، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى بعاصي. هذا العلم، هذا القرآن، هذه الأحاديث، هذه السنة نور من الله، لا يمكن أن تكون في قلب مملوء بالمعاصي والذنوب. لا يستوي الخبيث والطيب. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن ونور الله لا يهدى لعاصي. فالقلب لا يمكن أن يستوعب هذا النور عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أشرق بنور الإيمان وطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استنار القلب بنور الطاعة، إذا استنار
على